الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يتوافقان على دعم المسار السياسي القائم في ليبيا وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية. الرئيس السيسي يوجه بتطبيق كافة المعايير الحديثة لتطوير المدن الجديدة والقائمة بصورة مستدامة. وزير الخارجية يؤكد أن الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة، وبلينكين يشيد بدور مصر الحيوي. السابعة صباحاً، الخامسة بالتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للتباحث بشأن المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في باريس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استعرض الموقف المصري الثابت من القضية الليبية والجهود القائمة لمصر في دفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. وتوافق الرئيسان على دعم المسار السياسي القائم وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر في نهاية الشهر القادم، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة. من جهته عبر ماكرون عن حرصه على التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية في ضوء تقدير الجهود الشخصية للرئيس السيسي تجاه تسوية الأزمة الليبية والتي عززت المسار السياسي لحل القضية، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي. كما شهد الاتصال أيضا تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في السودان، حيث تم التوافق على أهمية التعامل مع التحديات الراهنة في السودان على نحو يحقق الاستقرار والأمن للشعب السوداني ويحافظ على المسار الديمقراطي للعملية السياسية الحالية. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق كافة المعايير الحديثة لتطوير المدن الجديدة والقائمة بصورة مستدامة مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن لتصبح مدنا خضراء وصديقة للبيئة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وجه الرئيس السيسي بالانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022 مع مراعاة التصميم الحضري ذي الطابع المعماري العريق لهذه المنطقة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية. وفيما يتعلق بمحور تطوير وإنشاء المدن الجديدة، عرض السيد رئيس مجلس الوزراء التطورات الإنشائية للمشروعات التنموية والسياحية في إطار مدينتي العالمين الجديدة وشرم الشيخ. وقد وجه السيد الرئيس بمراعاة تطبيق كافة المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وتلك القائمة على مستوى الجمهورية بصورة مستدامة، مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن لتصبح مدنا خضراء وصديقة للبيئة بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة، خاصة في وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن استعداد وجاهزية تلك المدن لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية المختلفة في مصر. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات تطوير منطقة الفسطاط في إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحي وزيادة نسبة المسطحات الخضراء. وقد وجه السيد الرئيس بالانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022 مع مراعاة التصميم الحضاري ذي الطابع المعماري العريق بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، مشيرا إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابة العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية. وأشار السيد الرئيس إلى أهمية المؤتمر الحالي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية
باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه العالم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السادة النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور السيد النائب العام المستشار حماد الصاوي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بنواب عموم الدول المشاركين في المؤتمر، مؤكداً سيادته دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر، باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، ومشيراً سيادته إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، ومن ثم الحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله. وقد استعرض السيد الرئيس رؤية مصر المتكاملة في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات. كما أشار السيد الرئيس إلى أهمية المؤتمر الحالي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية، وما يقوم به الإرهاب من دور رئيسي في إشعالها، فضلاً عن كون هذا الحدث هو الأول من نوعه الذي يجمع بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة. وقد استعرض السيد الرئيس في هذا الإطار رؤية مصر المتكاملة في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات. وأكد السيد الرئيس أهمية دور جمعيتي النواب العموم الأفارقة والنواب العموم العرب في العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء وبناء قدراتها على المستوى الإقليمي، مشيراً سيادته إلى دعم مصر لدور الجمعيتين باعتبارهما من أهم الأدوات لتعزيز العمل الأفريقي والعربي المشترك. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد النائب العام تقدم بالشكر للسيد الرئيس على رعاية المؤتمر، مؤكداً أن مبادرة النيابة العامة بعقد هذا الحدث الهام جاءت انطلاقاً من دور مصر المحوري على الصعيد الإقليمي، خاصة في المجال القضائي والقانوني، وذلك لإيجاد ظهير أفريقي عربي مشترك يساهم في التصدي للجرائم التي تهدد الشعوب بأكملها، ويساعد على تحقيق الهدف المنشود بإرساء العدالة الناجزة التي تمثل أساساً لاستقرار الدول وصون سيادتها. وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين السيد الرئيس والسادة النواب العموم المشاركين، حيث توجهوا بالشكر للسيد الرئيس ولمصر على استضافة هذا المؤتمر الهام، كما أشاد الحضور بالطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس، والتي لمسوها خلال زياراتهم الميدانية إلى مختلف المشروعات القومية، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة. وتم التوافق خلال الحوار بشأن أهمية استغلال المؤتمر في المستقبل كمنصة إقليمية منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة. عقدت النيابة العامة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئة الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وألقى المستشار النائب العام كلمة أعرب فيها عن خالص تقديره للرئيس السيسي على رعايته ودعمه لهذا المؤتمر الهام واستضافته تلك النخبة من النواب العموم الأشقاء العرب والأفارقة، كما أشاد بحرص الرئيس الدائم على تعزيز أواصر الصلة والتعاون بين مصر وأشقائها في القارة الإفريقية والعالم العربي، ودعم تضافر كافة الجهود للمكافحة الفعالة لمختلف صور الجرائم. أعرب عن خالص شكري واعتزازي وتقديري لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
على رعاية ودعم سيادته لهذا المؤتمر الهام واستضافته لتلك النخبة من النواب العموم الأشقاء العرب والأفارقة، وحرص سيادته الدائم على تعزيز أواصر الصلة والتعاون بين جمهورية مصر العربية وأشقائها في القارة الأفريقية والعالم العربي، ودعم تضافر كافة الجهود للمكافحة الفعالة لمختلف صور الجرائم. ولطالما عهدنا من الدولة المصرية برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية تقديم كافة أوجه الدعم للنيابة العامة المصرية وسائر الجهات والهيئات القضائية. تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار مواصلة الدعم المصري لدولة جنوب السودان في مختلف المحن والأزمات، أرسلت مصر مساعدات غذائية للأشقاء في دولة جنوب السودان، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات للمساهمة في مواجهة الفيضانات التي شهدتها مؤخرا دولة جنوب السودان. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار مواصلة الدعم المصري لدولة جنوب السودان في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان، وذلك للمساهمة في مواجهة الفيضانات التي شهدتها مؤخراً دولة جنوب السودان. تأتي تلك المساعدات تأكيداً على دور مصر المحوري في محيطها القاري ولمساندة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة. أكد وزير خارجية سامح شكري أن الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة، مثمنا العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن خلال افتتاح فعاليات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، أضاف شكري أن مصر والولايات المتحدة تتعاونان في محاربة الإرهاب والتطرف. نحن نعتقد بأن العلاقات المشتركة أو الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر هي مهمة جدا من أجل المحافظة على السلام والازدهار، وأعتقد بأن الشراكة بين البلدين هي حجر زاوية للاستقرار في المنطقة. لعشرات السنين قمنا وتعاوننا في جميع المجالات بما في ذلك العلاقات الثنائية، وخاصة يعني تحسين الأوضاع في المنطقة، والولايات المتحدة ومصر هما حليفان يشتركان في العديد من الرؤى المشتركة، ومن مصلحة البلدين بأن تتحسن هذه العلاقات، ولا وقت إطلاقا إلا أن نحسن هذه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بين بلدينا. في السنين العشرات السابقة مصر تمكنت من تحسين أوضاعها ومن تمكين استقرار وبتحولها إلى قوة إقليمية وازنة ولدورها الدور الكبير في استقرار المنطقة، ونحن نثمن عاليا العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق تلك الأهداف بما ذلك الأمن ومحاربة الإرهاب ومحاربة التطرف والتطرف الأيديولوجي، ودعمنا في تحسين كل تلك التحديات في التغلب على كل تلك التحديات. من جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على أن الأزمة في إثيوبيا تضع الاستقرار في إفريقيا على المحك، داعيا إلى حل أزمة سد النهضة، كما أشاد بلينكين بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والتي تتحسن باستمرار، كما أشاد أيضا بدور مصر الحيوي في ملف إخراج المرتزقة من ليبيا والدفع بالسلام هناك. فإن مصر قد لعبت
دورا مهما كذلك في العملية السياسية في ليبيا. ونحن قد عملنا معا لمساعدة القضايا الاقتصادية، ونحن اتفقنا على أهمية التعاون بين كل الأطراف. ونحن نتشارك في كثير من المخاوف المرتبطة بهذه المنطقة، المرتبطة بالقضاء على الإرهاب، حماية المواطنين بما في ذلك المواطنين الأمريكيين في المنطقة. ونحن نرى أنه يجب أن تكون هناك قوة لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة. أعلنت وزارة الخارجية أن الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري وأنتوني بلينكن شهدت مشاركة ممثلين عن كل من وزارة الدفاع والتجارة والصناعة والتعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار. وأعلن بيان الخارجية أن جلسات الحوار الاستراتيجي من المقرر أن تتضمن التباحث حول عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المتبادل. قدمت مصر خالص تعازيها لجمهورية النيجر الشقيقة إثر الحادث المأساوي الناجم عن وقوع حريق في إحدى المدارس بمدينة مارادي جنوب البلاد أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأطفال. وقالت الخارجية في بيان لها إن مصر تعرب حكومة وشعبا عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين، ومؤكدة على وقوفها بجوار النيجر في هذا الظرف الأليم. أدان مجلس الأمن الدولي بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفي بيان صحفي شدد أعضاء مجلس الأمن 15 على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وضرورة تقديمهم إلى العدالة. اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين. وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد شدد خلال الاجتماع على أن تونس دولة موحدة وعلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. تونس دولة موحدة، دولة واحدة، هناك باب السلطة المحلية والتدبير الحر، ولكن ليراجعوا هذه المفاهيم قبل أن يحاولوا المقايضة التونسيين بالترفيع في الأسعار، بالمقايضة وبمقايضتهم بصحتهم. يعني الوضع الكارثي في صفاقس ما
مقايضة التونسيين والتونسيات بصحتهم وما قيل هذا يعني يدبرون أيضا نفس التدبير بالنسبة إلى عدد من المدن الأخرى، ولكن سنتصدى إليهم بالقانون وسيتصدى إليهم المواطنون أيضا، لأنهم يعرفون مآربهم ويعرفون أهدافهم وكيف انخرطوا في ضرب الدولة من الداخل لتفجير الدولة من الداخل، لأن الدولة في نهاية المطاف هي مجموعة المرافق العمومية. أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونسكا عن ترحيبها بالتزام الحكومة اللبنانية ببدء إجراءات التحضير للانتخابات النيابية المقررة العام المقبل لإجرائها في موعدها الدستوري. واعتبرت المسؤولة الأممية أن المصلحة المشتركة تقضي بإجراء الانتخابات وفقا للدستور اللبناني باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية وتحقيقا لتطلعات الشعب اللبناني. كما شددت المنسقة الخاصة على أهمية الإصلاحات الجريئة والعميقة للبنان، قائلة بأن انتخابات العام المقبل جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح وإعادة بناء الثقة مع المواطنين اللبنانيين. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 929 حالة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا و54 حالة وفاة، إضافة إلى خروج 522 متعافية من المستشفيات. وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 338,414 حالة، من ضمنهم 283,747 حالة تم شفاؤها و19,130 حالة وفاة. واصل المنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش استعداداته لمباراتي أنغولا والجابون في تصفية كأس العالم 2022، وشارك في المران المسائي 22 لاعبا بعد انضمام أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي وأحمد ياسر ريان لاعب النادي لو لاعب ألتاي سبورت التركي ومصطفى محمد لاعب غلاتاسراي التركي، فيما ينضم اليوم لتدريبات الفريق كل من محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال. أكد روجر دوسا المدرب العام للمنتخب الوطني صعوبة مباراة أنغولا المقبلة على الرغم من خروج المنتخب الأنغولي من سباق المنافسة. وخلال مؤتمر صحفي ببرج العرب صرح روجر دوسا أن اختيار الجهاز الفني للاعبين يعتمد على الأداء في العديد من المباريات وليس مباراة واحدة. انطلق أول معسكرات المنتخب الأولمبي من مواليد 2001 بقيادة الكابتن شوقي غريب استعداداً لبطولة شمال إفريقيا للمنتخبات الأولمبية المقرر إقامتها شهر ديسمبر المقبل في ليبيا. وشهد المعسكر محاضرة للكابتن شوقي غريب مع اللاعبين استمرت أكثر من 90 دقيقة، تم التوافق خلالها على أن يكون إبراهيم عادل هو كابتن الفريق، ويليه في ارتداء إشارة الكابتن اللاعب العربي بدر ثم أحمد عيد.
قررت رابطة الأندية المصرية توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 50,000 جنيها بسبب النزول الجماعي للجهاز الفني لملعب مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك للاحتفال بالأهداف. كما قررت رابطة أيضا تغريم نادي الزمالك 120,000 جنيه بواقع 50,000 جنيها للنزول الجماعي للاعبين والجهاز الفني أرض الملعب احتفالا بالأهداف، و50,000 أخرى لقذف الكرة إلى الملعب خلال تنفيذ ركلة جزاء، بجانب 20,000 جنيها بسبب غياب المدير الفني باتريس كاتيرون عن حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة. انتظم لاعبو منتخب إسبانيا لكرة القدم في معسكر بمدريد استعدادا لخوض المباراتين النهائيتين في تصفيات المؤهلة لمونديال 2022. وأعلن المدرب لويس إنريكي قائمة أولية لمواجهة اليونان في أثينا والسويد في إشبيلية. يواصل منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديدييه ديشام تدريباته لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ضد منتخب كازاخستان في 13 نوفمبر ومنتخب فنلندا في 16 نفس الشهر. ويحتل منتخب فرنسا صدارة الترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منتخب أوكرانيا الوصيف، حيث سيتأهل منتخب فرنسا رسمياً إلى مونديال 2022 حال الفوز على منتخب كازاخستان في المباراة الأولى. انضم إيميل سميث روي نجم الأرسنال إلى صفوف المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى في مسيرته، حيث يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة ألبانيا وسان مارينو في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022. ويقدم روي صاحب 21 عاما مستويات رائعة مع أرسنال هذا الموسم. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل البرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. مشاهدينا، بهذا تنتهي نشرة السابعة، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يتوافقان على دعم المسار السياسي القائم في ليبيا وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية. الرئيس السيسي يوجه بتطبيق كافة المعايير الحديثة لتطوير المدن الجديدة والقائمة بصورة مستدامة. وزير الخارجية يؤكد أن الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة، وبلينكين يشيد بدور مصر الحيوي. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. هذه تحياتي لؤي أباظة، شكراً على طيب المتابعة وإلى اللقاء.